وصلنا هنا للشلالات كلهم. هذا اخر شلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جينا لكم يا شباب من منطقة كولورادو سبرينج ولاية كولورادو، جايين الى القطار اسمه بايك بيك كوج ريلوي. دخول المكان $40 يوديك الى اعلى قمة في الجبل اللي هي ترتفع 14,000 فيت عن الارض. مكان جدا جميل، ويركبوك بالقطار لمدة ساعة، تقعد شوي فوق الجبل وتصور وكذا وتريح شوي، وبعدين ينزلك بعد ساعة. الرحلة كلها مدتها 3 ساعات وشوي. وصل القطار هنا، ومنركب الآن القطار ومنروح إلى فوق الجبل. ما شاء الباص الآن. الآن راكبين في القطار رايحين فوق، وصلنا ل 10,000 فيت وباقي 4,000 فيت عشان نوصل لقمة الجبل حق البايك بيك. هذا المنظر من القطار هنا. باقي شوي بس نوصل الى قمة الجبل. وصلنا الان هنا الى البايك بيك اللي هو الجبل، يعتبروه من الجبال الكبار يعني في كولورادو. وصلنا هنا للقمة حقت البايك بيك، ودرجة الحرارة ثلج بارد حدة. شوف المناظر كيف تمتعوا. مصور لي كم شوي بس ما مصور واجد لان ثلج هنا، ما يمدي الواحد يقعد واجد، لازم يجيب يا جاكيت حق هذه الاماكن. مناظر خيالية. هذا سكة القطار اللي جينا عليها، ما استغرق 1:20 عشان يوصل لفوق، و1:20 عشان يوصل لتحت. بس وعندك تجيب السيارة، بس الناس واقة 1:30، ويبغى لك سيارة جيب أو حاجة من دول القوايا يعني. سيارة كذا السيدان ما ينفع. في مطعم طبعا هناك بعد شوية من رامي كم إياه. تمتعوا في المناظر هذه. بحيرات والحاجات الفخمة. ارتفاع يعني كذا نص كيلو فوق الأرض الآن أو أكثر بعد. عن القطار يعطيك 35 دقيقة فقط عشان تتمشى في هذه الأماكن الحلوة، وبعدين ترجع ويرجعك. براويكم بس القطار على وجه واضح. شوف هذه نهاية القطار. أنا وقال غلطة بس يروح وما يوقف. كيف؟ أوريكم داخل وش فيه. في مطعم هنا. قفت شوف. الآن طريق الرجال. Okay, ladies and gentlemen, we're going to be here for just a few minutes waiting for the upbound train. Brittany and I are going to jump off, throw us a couple of switches. Once again, feel free to wave at these people or make faces at them. جتنا الى الريل رود والبايك بيك. ان شاء الله عجبتكم. حط لكم العنوان تحت اذا احد يبغى يجي هنا. جايين الان الى مكان اسمها سفن فولز.
لم الشلالات السبعة. هذا المكان فاتحينه من 1880. شلالات جميلة جدا وكبيرة، ونراويكم بعد شوي كيف يكون الشلالات الفخمة. زي ما قلنا لكم دائما، أول ما توصل لازم تأخذ الخريطة حقت المكان، والدخول إلى المكان $14 إلى الشخص. هذا الماي هنا اللي جاي من الشلالات اللي احنا رايحين لها. لسه ما زلنا في الجبال هنا. هنا اذا تبغى تروح عندك خيارين، يا تختار الدرج الطويل يا تروح باللفت. انا اخترت اروح باللفت صراحة. بنشوفه من فوق ونراويكم. انا من اللفت هنا. ونراويكم هنا الشلالات. هذه الارقام طبعا تشوف كيف محسوبة. هذا 1 2 3 4 5 6 7 هم دول. شفتوا كيفه؟ بعد شوي بنركب ذاك الدرج نوريكم. انه ما يبين واحد الاحس. هنا يا جماعة في مطعم من 1858. اللي يبغى يجي ويخش ويشوف ياكل على هالمناظر الطبيعية يمدي. عاد شوي ندخل ونراويكم كيف يكون. احنا نروح للشلالات القوية. هنا وصلنا للشلالات. نركب هذا الدرج الحين عشان نراويكم كيف يكون الشلالات من فوق. احنا عندنا 224 خطوة عشان نوصل الى الشلالات اللي فوق. يلا هيا نراويكم من فوق كيف. خلصنا الدرجة الاولى وهذا شلال رقم 4. هذا الدرجة الثانية الحين بنركبها لفوق. نستنى الناس بس ينزلوا عشان نركب. ركبنا الان من الدرج نشوف باقي الشلالات الى فوق. وصلنا هنا للشلالات كلهم. هذا اخر شلال. ممكن المنظر من فوق. هذه هنا الشلالات. شوف كيف جمال طلعة المنظر. هذه هنا من تحت منظر خيالي جدا صراحة. نكمل ياكم نركب فوق نشوف اذا في شيء. كل خلاص نشوف كيف صار الشلال. حجارة حجارة حجارة. اذا الشلال كله هنا. والان دور النزلة. خلصنا 2 شلالات. لازم واحد ينزل الحين. هذه كانت نهاية تغطيتنا إلى 7 فولز الشلالات السبعة. بحط لكم العنوان تحت إذا أحد يبغى يجي إليها تمشى فيها وشوف المناظر الحلوة دي اللي شفناها مع بعض. سووا لنا سبسكرايب ولايك ونشوفكم إن شاء الله في أماكن حلوة ثانية.